كريم بيسلم عليك على طول. هو الباشمهندس عدلي، ازيك يا كريم، اخبارك ايه؟ اهلا بيك يا باشمهندس. حبيبك اهو معايا منورني. انا قاعد مكانك يا ابراهيم معقول. استاذ حمدي رزق. اهلا بيك يا باشمهندس، اهلا بيك يا استاذ حمدي. الحقيقه انا عارف ان القعده دي المهندس عدلي كان بيتمناها من فتره بعيده. ربنا جدا. ربنا يخليك. وجات له في توقيت مهم جدا، لانك الحقيقه يعني حد صاحب نظره. صاحب نظرة يا جماعة، لأنه الأستاذ حمدي رزق صاحب البرنامج التلفزيوني الشهير نظرة على شاشة صدى البلد، لكن كمان كانت ظروف مواعيد دايما بيشتغل آخر الأسبوع، فكتير ما اشتهاه المهندس عدلي وكان كتير ما بيكلمني. ربنا نفسي نستضيف حمدي رزق، لكن قمت أنا من على الكرسي عشان يجلس. حبيبي أنتوا أصحاب فضل يا إبراهيم، وبعدين كل جماهير الأهلي مستنية الأخبار الجديدة من عندك، لأن الأهلي في مهمة أهلوية قوي. ماتش قمة، ماتش سوبر، ماتش له شجونه وله أفراحه وأشياء من هذا القبيل. بيحيط برضو كلام كتير حول هذا حول الماتش، وبالتالي حطنا بس في الأجواء كده عشان نعرف. يعني بص يا إبراهيم، ما يصحش أسألك. اتفضل يا باشمهندس، اتفضل. معاك كريم أهو، معاك كريم. لا استناني بس، استناني ما تهربش. ما يصحش اسالك، لان انت بتسال مصر كلها، فعايزك تسال نفسك وتسال كريم وتعيشنا الاجواء اللي انت نفسك تعرفها وتعرفها لنا. اتفضل. طيب اتفضل يا كريم. يمكن طبعا بوجه التحيه ليك يا باشمهندس عدلي القيعي، واكيد طبعا يعني القمر الكبير الاستاذ ابراهيم المنيسي الاعلامي الكبير والناقد الرياضي الكبير، اللي هنحاول نتكلم معاه على الانطباع وعلى فندق الاقامه وحاله المباراه، كل الامور دي اكيد من خلال الملك وكتابه. استاذ ابراهيم طبعا برحب بيك طبعا في البدايه، وهو اول سؤال طبعا انطباعك على الاستقبال الوصول من اول ما طلعنا من مطار القاهره. حطينا في الاجواء كده بخبرتك الكبيره استاذ ابراهيم. الحقيقه كريم يعني في مشاهد كتيره مهمه من اول ما بدانا الصبح يا باشمهندس، من اول ما رحنا مطار القاهره بدات حاله كده من الخطبه شويه. الفريق كان المفروض يتجمع حوالي الساعه 12 او 11 ونص عشان الاقلاع الساعه 2 الا ربع. من اول ما دخلنا المطار بدانا نحس ان في وفد صيني مسافر على نفس الرحله لابو ظبي، وطبعا وما ادراك ما الصيني اليومين دول. مجرد ما اتقال ان في وفد صيني كله انت حسس انفه، فبالتالي بقت المساله فيها حاله من القلق شويه. الجهاز الطبي طبعا طمن اللعيبه وطمن اعضاء البعثه ان كل حاجه تحت السيطره والمتابعه التامه. الحجر الصحي في المطار قايم بوجهه على اكمل واكفى وجه يقدر الاستاذ حمدي رزق يقول لك نظره مهمه على هذا الملف. لكنه حتى على الطياره، الجزء الاخير من الطياره كان راكبين فيه الاخوه الصينيين، فبالتالي اصعب حاجه انك تسمع واحد صيني بيعطس اليومين دول. تلاقي مثلا واحد زي الكهرباء ما شالش التيشيرت من على مناخيره، تلاقي الناس باستمرار عندها حاله من التحسب شويه. لكن الحمد لله ثلاث ساعات تقريبا او اكثر بشويه وصلنا المطار ابو ظبي علشان نلاقي حاله من الانفجار الاهلاوي، الانفجار بالمعنى الحرفي. الجماهير الاهلاويه، الجماهير اللي احاطت بالفندق، حاله الحماسه الشديده جدا في تشجيع اللعيبه، بالهتاف للعيبه بالمطالبه بكاس السوبر، استدعاء كل الهتافات السابقه ايضا الاحتفاليه. ناس جايه باستمرار عايزه تفرح، عندها سعاده بانه السوبر المصري يكون مهاجر الى ارض الامارات للمره الرابعه وسط حفاوه اماراتيه كبيره جدا. اعتقد المساله كان مشهد مشهود جدا يعكس قيمه الكره المصريه، يعكس حجم شعبيه النادي الاهلي بالكامل. يمكن في اخبار كتيره جدا عن تفاصيل المباراه من الناحيه الجماهيريه، مش عايز احرق شغل كريم لانه هيقول لكم في بعض المفاجات اللي تخص الجمهور وهيرجع لي تاني. طبعا يمكن برجع لك طبعا باشمهندس عدلي اقول لك يمكن مفاجاتين ولسه يمكن بالنسبه لنا طبعا حاصل على شاشه قناه النادي الاهلي. الامور هنا رائعه جدا ومميزه جدا. يمكن جمهور النادي الاهلي هيكون ليه الحظ الكبير من الجوائز، في سحب على الجوائز بالنسبه طبعا ليه جمهور النادي الاهلي. انا يعني عايز اقول لك ثلاث سيارات هيكون الجمهور النادي الاهلي و100 جهاز، يعني مش عايزين نقول الاعلان لكن 100 جهاز يعني نوع طبعا ماركه عالميه جدا، وايباد اصلا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. ده هيتم عن طريق السحب بالنسبه للتذاكر. عايز اقول لك ان تذاكر النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي نفذت بالكامل، يعني نقدر نقول مش من النهارده، لا مجرد اعلان التذاكر هنا طبعا في الامارات نفذت بالكامل. جماهير نادي الزمالك يتبقى من التذاكر 40%، دي معلومات مؤكده يا باشمهندس عدلي طبعا، 40% يتبقى لجمهور النادي الاهلي، ونقدر جمهور نادي الزمالك عفوا، ونقدر نقول كمان يعني التذاكر زادت شويه لجمهور نادي الزمالك بعد الفوز بنادي السوبر. مؤكد الايام الجايه، الايام الجايه هتشهد طبعا.
بالظبط. يعني دي نقطه كانت مهمه جدا حابين نتكلم عليها. وكمان عايز ارجع بقى للاستاذ ابراهيم منيسي واقول له، يعني هو اتكلم طبعا عن السوبر المهاجر، لكن اروح معاه لنقطه ثانيه، نقدر نقول ليه السوبر للمره الرابعه استاذ ابراهيم منيسي هنا في الامارات بخبرتك الكبيره من وجهه نظرك؟ الحقيقه انا النهارده بدات او مجرد ما وصلنا حبيت ابص على الجرايد الاماراتيه، لانه لما تتعرف على حاله اي بلد وحمد رزق عارف كده لازم انت تشوف جرايده قايله ايه وعامله ايه وواصله لفين بالظبط، فلاقي حجم الحفاوه الشعبيه في الامارات وصحفها عندها زخم كبير جدا من البطولات، لانه ما شاء الله بينظموا بطولات عالميه كتيره جدا، فعندهم حاله من الحراك الرياضي طوال السنه. في شهر مارس اللي جاي 20 مارس هيستضيفوا قمه مغاربيه ما بين الوداد والرجاء، فهم شغوفين جدا باستضافه مثل هذه الاحداث. الاهلي والزمالك سوبر او لقاء لوحده ديربي عالمي، ديربو بيصنف ضمن الديربيات العالمية في حجم المتابعة والمشاهدة والاهتمام، فبالتالي هم لازم يكونوا مهتمين على النواحي التسويقية لبلدهم وللمستوى اللي وصلوا له في التنظيم في استضافة مثل هذه الأحداث، ان هم يستضيفوا حدث زي كده الاستاد يتملي. صحيح احنا يمكن قبل الهوا كنا مع احد المنظمين، انا حبيت اسال على معلومه على وجه التحديد، ما قيل على لسان البعض انه في حد من الناس اشترى تذاكر خاصه بجماهير الزمالك علشان جمهور الزمالك ما يحصلش عليها. الراجل قال لا، اصلا اليه البيع لا تسمح بكده، فبالتالي ما حدش بيشتري كميات، انما فكره انك انت مجرد ما الزمالك اخذ كاس السوبر الافريقي من الدوحه بالتاكيد احدث نوع من الانتعاش الشعبيه عند جماهيره اللي موجوده هنا من الجاليه المصريه او من اللي بيشجعوا الزمالك من الاماراتيين، فهيزيد مؤكد الاقبال. بس عايز اقول لك انه فوز الزمالك بكاس السوبر يا كريم كان له مردود فني رائع جدا على الاهلي، وده اللي احنا لمسناه على تركيز اللعيبه، لمسناه حتى على حاله الجديه. صحيح انه الترجي التونسي وقع في الفخ ده، لانه اللي يشوف الترجي وهو في ارض الملعب في الدوحه واضح جدا انه عنده خلفيه غير دقيقه عن المستوى الاخير للزمالك من واقع المنافسه المحليه، انما ده استفاد او الحاله ديت او التفسير الخاطئ حاله الاطمئنان اللي فيها الترجي استفاد منها الزمالك بلا شك. فوز الزمالك على الترجي القى بظلال ايجابيه على بعثه الاهلي، فشفت حاله التركيز يا كريم واضحه جدا عند اللعيبه، شفنا التعامل مع الحدث ومع الموقف عند الجهاز الفني في منتهى الجديه والصرامه والتركيز، حتى هتافات الجماهير اللعيبه وهي جوه الاتوبيس التركيز بادي على الوجوه من بدري قوي. طبعا حاله التركيز هنا في فندق الاقامه يا باشمهندس حاله من الانضباط العاليه جدا، انا استغربت شخصيا وانا بطالع بعض المواقع وهي بتتكلم على انه معسكر الاهلي مفتوح للصحفيين، انا لغايه دلوقتي ما شفتش اي صحفي، ما فيش الا انا وانت، انا زهقت من كريم وكريم زهق مني، لا في حد من الصحفيين مقيم في الفندق ولا في حد معانا باستثناء الوفد الرسمي للنادي الاهلي. انما فكره انه انت بتحافظ على حاله الانضباط، كابتن سيد عبد الحفيظ والمهندس سمير عدلي كانوا في استقبالنا في المطار مع قيادات السفاره المصريه، عايز اقول لك انه كان من حسن الطالع ان انا قابلت القنصل المصري هنا المستشار او السفير اسامه حمدي، فاعتبرت ان ده فعل حسن جدا، لانه اخر مره شفت الراجل ده كان في كاس الامم الافريقيه غانا 2008، فاول ما شافني فكرني بكوماسي وايام كوماسي، فاعتبر حتى هو الراجل قال لي انا مانيش اهلاوي لكن عايز احيي الحاله المؤسساتيه اللي عليها النادي الاهلي باستمرار. قال انا تعاملت مع بعثات كل الانديه، تعاملت مع اتحاد الكره ومنتخباته، عمري على المستوى الرسمي ما شفت الحاله الانضباطية إداريا في التعامل مع مثل هذه البعثات زي نظام عمل النادي الأهلي، لأنه قال لي احنا بيجي لنا جوابات من النادي الأهلي محددة المطالب، فلان الفلاني رئيس البعثة ما حدش هيتكلم، عارف وهو بيكلمني كده حد من الإعلاميين الإماراتيين بيسأل للمهندس خالد مرتجي عن حاجة، قال له لا 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 أستاذ خالد مرتجي رئيس البعثة، خمسة ستة من السادة أعضاء مجلس الإدارة المهندس خالد مرتجي، الأستاذ إبراهيم الكفراوي، الأستاذ طارق أنديل، المهندس محمد سراج، الدكتور مهند مجدي، كلهم موجودين مع الكابتن جوهر نبيل، كلهم موجودين مرافقين للبعثة، عارف إن هم كان عندهم رغبة إن هم ينزلوا في فندق آخر عشان ما يبقى لهمش تأثير على أي أجواء، لكن نزلوا في أحد الأدوار وسابوا دور مخصص بالكامل للبعثه وللعيبه وللجهاز الفني مستقلين تماما. المهندس سمير عدلي والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره مع الاستاذ خالد برندالي مجرد ما وصلوا يا باشمهندس اجتماع خاص جدا للتاكيد على حاله انضباطيه عاليه جدا مع اداره الفندق، سواء في الدخول للفندق، سواء في تحرك اللاعبين،
في مواعيد التدريب. بكرة الساعة 6 إن شاء الله الأهلي هيأدي أول مران له على ملعب سلطان بن زايد الساعة 6 بتوقيت الإمارات، 4 بتوقيت القاهرة. تاني يوم أيضا يوم الأربع هيكون المران الأخير ولكن في الساعة 6، ولكن على ملعب المباراة اللي هتبقى يوم الخميس الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، 9 مساء بتوقيت الإمارات. حالة الانضباط عالية جدا، حالة التركيز موجودة. ريني فايلر المدير الفني وكابتن الفريق كابتن شريف إكرامي هيحضروا أو هيحضر مؤتمر صحفي هيبقى يوم الأربع الساعة 1:30 ظهرا. يعني انت يمكن في حاجة 11 سوبر، 10 سوبر يا استاذ ابراهيم من ال 11 ولا انا غلطان؟ انا اجي في الترتيب الثاني بعد الاهلي. لا اللي عنده 11 سوبر احنا عندنا 10. الاهلي ما شاء الله يعني مباراه السوبر اخذت مذاق خالص جدا. حد من البعثه المصريه او من الجاليه المصريه اللي موجوده هنا قال لي هو مش عارف لو فريق خد بطوله كاس السوبر يبقى ملك ملوك افريقيا. طب اللي بياخد 10 سوبر يبقى ايه؟ قلت له بقى ملك ملوك افريقيا 10 مرات. فبالتالي انا اعتقد السوبر اخذت قيمتها من حجم اهتمام الناس بيها، من حجم الحاله من الزخم الشعبي في التعامل مع مباراه زي كده. اعتقد اقامتها خارج البلاد زي ما انت اشرت كريم مهم جدا للدعايه للكره المصريه. بس كمان يا استاذ حمدي، وده السؤال للاستاذ حمدي رزق، نجحنا في الفترات الاخيره في استضافه احداث كبيره يقودنا ان احنا نفتح شهيتنا شويه لاستضافه احداث رياضيه كبيره على نفس المنوال، لانه اعتقد المهرجانات اللي بنستضيفها، الحاله الشركات الخاصه اللي بدات تتاسس لتنظيم مثل هذه الاحداث تخلينا نطمع اكتر انه مصر سياحيا تحتاج مننا شغل مننا كلنا ان احنا نستضيف مثل هذه الاحداث الكبيره. ما عادش ابدا الدوريات حتى ولا الدربيات العالمية الكبيرة عندها موانع، إذا كانت بتقام في السعودية وبتقام في دبي وبتقام في قطر، ليه لا ما تقامش في أرض الحضارة كلها سواء شتاء أو صيفا؟ أعتقد محتاجين نهتم بكده يا أستاذ حمدي. أنا مش مختلف معاك تماما. معاك يا باشمهندس بقى، وتفضل يا أستاذ حمدي تفضل رد على الأستاذ إبراهيم. طبعا هو سامع حضرتك. طبعا مش مختلف مع الأستاذ إبراهيم في أن استاد القاهرة استاد له شهرة عالمية، استاد شاهد ملاحم كروية، وبالتالي هو مكان ومقر يصلح لكل الدربيات العالمية. بس هو السؤال عندنا، وانت لسه رجعت الجمهور بطاقته الكاملة، هل انت يعني آلياتك المستحدثة في الأحداث في الأحداث الدولية هو بس الجمهور محليا محتاج إعادة تفكير. شوف انا مشكلتي الحقيقية، ويمكن إبراهيم يعلم عندي ده او احساسه بده، فكره الخلايا النايمه. انا مش عايز اعمل مشكله في مدرج، يكفي الالام التي سبقت. أيوة. مش عايز في تطور ما يعطل المسيره الكرويه، مش عايز اي احساس، لان في النهايه ما يزال الامر محتاج تاهيل في اللوجستيات. تذكرتي نظام 10 على 10، عايز يتطور ويبقى اكثر شعبويه ونبدا نتحرك بيه. عايزين الملاعب بتاعه الاقاليم تزيد فيها عدد الحضور، لازم يكون عندنا الشجاعه نزود عدد الحضور بالتدريج. هنحتاج اي معلومات جديده او اي اسئله قبل ما نودع الاستاذ ابراهيم ونكمل حديثنا؟ انا يهمني بس ان لاعيبه الاهلي يكون في اتم حاله تركيز، انهم يلعبوا ماتش حقيقي. احنا بنتكلم عن سمعه الكره المصريه وقلق الكره المصريه ودرب الكره المصريه في دوله، انا بعتبر الامارات هي ومصر وطن واحد، وبالتالي هم في الجانب الاخر من الوطن، وبالتالي يقدروا يعملوا حاجه او حاله يعني اهلي وزمالك عاملين على المستوى الاعلامي عاملين ان شاء الله. طيب استاذ ابراهيم، يعني هنودعك مؤقتا، ولو في اي اضافه مستنيين منك تليفون فورا. الجمهور عايز يعيش معاك. عايز اقول لك ختاما ختاما لتطمين الجمهور على حاله اللعيبه، حاله اللعيبه فردا فردا كله تمام. الكل بيسال على رمضان صبحي، هل رمضان صبحي عنده فرصه للمشاركه في مباراه الخميس ولا لا؟ ده سؤال كان مهم جدا بالنسبه لي. رمضان جاي مع الفرقه، بقاله يومين كان داخل كوره بشكل جيد، لكن القرار الفني والطبي يبقى للمدير الفني. ربما او من المتوقع انه يدخروا على مقاعد البدلاء، من المحتمل انه يبدا بيه، من الارجح انه ياخره او ياجل ظهوره للفتره اللي جايه، لانه مرحله ارتباطات مهمه صعبه الفتره اللي جايه، بالتاكيد فيها مباريات كبيره وبطولات مهمه جدا للنادي الاهلي. فرمضان مبدئيا في حاله
شبه جيدة، ولكن القرار يبقى فنيا. مجدي قفشة كان أثير كلام كتير على غيابه عن المباراة الأخيرة وإذا ما كان مصاب ولا لا، أنا سألته شخصيا قال لي لا الحمد لله سليم 100% وبكرة موجود في التمرين بشكل جاد، بقية اللعيبة الحمد لله كلهم بحالة جيدة جدا، والقرار متروك للمدير الفني إن شاء الله.